إبراهيم السمار من بيته، الصمود والتحدي، بيته اللي قاومت واللي ضحت، بيت الشهداء، بيت الجرحى، بيت المبعدين، بيت التضحيات، وحوارة بحد ذاته اللي ساكن على الشارع الرئيسي بحوارة مقاومة. الاسم بس لأنه ساكن على الشارع الرئيسي أنا بعتبره أنه مقاوم وصامد ومرابط. وحق الجنوب وكرة الجنوب نابلس مهضومة من عشرات السنين، سيادة الرئيس أبو مازن يعني رأس الهرم قرر انه مستشفى ابن سينا مستشفى رسمي وما تنفذش. ليش؟ معناته ما دون الرئيس المسؤولين بوزارة الصحة مش معنيين، لانه تنافي فلاح ومدني مخيم جيل فلاح مهضوم الحقوق. الجنوب كرة يعني جنوب نابلس الكرة 47 الى 50 قرية او 60 قرية، يعني ما بقدرش احصل عدد، مش اقل من 60 قرية مهضوم حقوقهم على كافة الصعب الاجتماعية والصحية والسياسية حتى التنظيمية. فيعني الشغلة بدها ضمير، بدها ضمير حي. أكثر واحد مات على المخصوم بسبب الاحتلال البغير، أكثر ولا أكثر تموت على المخصوم، أكثر واحد معه ربو يختنق موت أنا بعتبره شهيد. ما هو المرابط حتى لو مات على فراشه في أرض الرباط ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرض الرباط وأرض الـ 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 المقاومة إلى يوم القيامة شهيد، بس تشوف سبب الاحتلال وإحنا فوق بعضنا والعنصرية. مشافين الاحتلال، إحنا يا عمي مشافين الاحتلال، الاحتلال اللي يعس علينا كلنا وفيش اثنين بيختلفوا في هالموضوع هذا. فبدها ضمير من المسؤولين، بدها ضمير، بدها ضمير. جنوب نابلس مظلوم، مظلوم ومهضوم حقه على كافة الصعد، والله يولينا الصالح فيكم. بس طبيب عام بكون بس أخصائي النفي كثير صار تسعات في المستشفى ما في بإذن سينا. المفروض بكون سيارة جاهزة لكن سيارة ما سيارتهم بس لا صحيح وعد سيارة جديدة، جابوا سيارة جديدة بس لأنك الموظفين غير هيك ما بتليك. احنا في حوارة بالنسبة لطوارئ حوارة في طلع قرار من سيادة الرئيس لتحويل طوارئ حوارة إلى مستشفى، وهذا القرار لم يجد أذان صاغي من أي بني آدم، لا من مسؤول كرام الله ولا من وزارة الصحة ولا من أي حدا. طوارئ حوارة بتخدم 150 ألف نسمة بالجنوب وفيش فيها أدنى مستوى إنها تعالج أي شيء لأي مرض في حوارة أو أي حالة طارئة. أول امبارح ماتت بنت بريئة لأنه فيش فيها موتور كهرباء تغذي الطوارئ. ماتت مرة من قبل فترة في طوارئ حوارة لأنه الحواجز مسكرة وفيش أدنى مقومات لطوارئ إنها تساعد المواطنين، ومهمشي تهميش مش طبيعي. تم الاتفاق مع بلدية حوارة عدة مرات على أساس إنه يجهزوا الطوارئ، يجهزوا الكلية، يعملوا إشي يليق في الجنوب، بس على الفاضي ولا في أي إشي تم من الاتفاق. أنا بدعي لكل واحد مسؤول قاعد على كرسته إذا مقنش قد المسؤولية، بس همه الراتب وهمه الترقيات وهمه يعمل إشي لمصلحته الشخصية يدشر كرسيته ويتعامل مع موقع مسؤوليته يخدم شعبه ويخدم بلده.